مشاهدينا على تلفزيون النصر 24 في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ده الوقت اللي نقدم لكم فوقه ألا نشر الأخبار الدارجية. بات أيام يكون افتتاح البروسي هن الإلما هن فكت في دا قدم بيان محمد الحج أبا نانا المدعي الأمن. نتابع جزء من كلام كما تعلمون أنه في شهر أبريل للعام 2021 عقب الهجمات العدوانية ضد الجيش الوطني التشادي من قبل مجموعات مسلحة تابعة للجبهة من أجل التناوب والوفاق في تشاد فاكت بقيادة محمد مهدي علي، فقد سقط مشير تشاد إدريس ديبي إتنو في ميدان الشرف إثر إصابته في هذا الهجوم. كما أن القوات الحكومية قد تمكنت من أسر أكثر من 500 من هذه الجماعات من بينهم قصر، وعقب الإجراءات القضائية فقد تم تكليف المنسق العام للشرطة القضائية بفتح مهدر الاستماع والتحقيقات الأولية. وبالتاريخ 6 مايو للعام 2021 فإن مدعي الجمهورية لدى الدرجة الكبرى بأن جمينا طلب من قاد التحقيق بفتح تحقيقات قضائية بتهم متفاوتة من بينها الأعمال الإرهابية وتجنيد الأطفال والمرتزقة وكذا المساس بهيبة الدولة والأمن الوطني، وأن مثل هذه الأعمال يدينها القانون حسب المادة 2 والمادة 4 من القانون رقم 3 الصادر بتاريخ 20 مايو 2020. والقاضي بمكافحة الأعمال الإرهابية بجمهورية تشاد وفق المواد 101 و115 و288 والمادة 303 من قانون العقوبات، وعليه فإن قاضي التحقيق قد عمل وفق الإجراءات القانونية المتبعة كالمؤاينة والاستجواب وكذا الاستماع إلى ضباط الجيش الوطني كشهود في هذه القضية وغير ذلك من الإجراءات، حيث سمحت برفع دعوى قضائية بضرورة ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم مع فتح جلسة المحاكمة العامة بتاريخ 2/13 فبراير الجاري بتمام الساعة 10 صباحا بالسجن المركزي. ميركاتو كان نظم وادي مرش ريادي لعشان سيها عن الجسم ودا بالشعار الرياضة والأسيرانس عن السانتي، وده كان بدا من استاتنا باري كونغو لهدي مشو رومبوين هنا فونتين. المرش ده كان بقى بوزيرة الرياضة وعدد كبير من المشاركين في الوقت ده حجت بأسهم عن اللجنة التنظيمية رئيسة انغارسيتي بايا بالأهداف عن المرشدين. نتابع جزم وكم ناس في بكانو دائن في أسوار خلاص دون شافونا وبطان عنا شون ندورون نجوبو كولتور ناس بور را خلاص من جو ما نسوا عندنا بجو نعدو أخوانو ومن وزير الإدكاسيون ناسيونال بور لا بروموسيون سيفيك استقبل المسؤول عن المشروع عن التربية في الأجنس فرنسي بور لديفلوبمون اللي كان جاب لهم دعم للوزارة عشان يساعدهم في التربية الوطنية. الدعم دي كمان قيمته تساوي 40 مليون يورو، وده كمان يقسموه في 4 بروفينس. هي الوطنية لترقية الأمل دايما قالت ناديل عشان تودل البطالة انت الشباب. كان انطلق المدير عن الأونابي سالك إبراهيم ديكو كان انطلق الانسيما عن المشروع عن القيادة
لأربعين شباب وشابات خلال 40 يوم يفرمي همم، وده كمان عشان يسهل لهم الحياة حقهم في المناسبة. كمان هجا المدير عن الحياة الوطنية قال المشروع ده لعشان يقويم ويفتح لهم فرص هنا أمل ويسهل لهم حياتهم. والتدريب ده كمان في مجال هنا القيادة واستيليس ولا ماركت، وخليه يقط بالهم أديل في الوقت هنا التدريب ده، وده عشان بيساعدهم باكر أي وقت قلوب بقدر بيسي مشروع حقه. وهو كمان شكر الرئيس الجمهورية قال الرؤية عن الفيزيو عن الأونابي ده، بس رؤية عن الرئيس الجمهورية رئيس فترة الانتقالية جنرال محمد إدريس ديبي إدنو. جولة كان قمة فوق الأمين العام النائب الثاني عن الحركة الوطنية للإنقاذ إم بي سي جا برنار باداري مع الديليغاسيون المايا في وقت كان مشو سو التوئية عن الريزوليسيون والريكومنداسيون في بعض من الأقاليم عن البلاد. وكان سو أنتو الرابور للأمين العام الحركة الوطنية للإنقاذ أمبيز دكتور هارون كابادي في واحد مناسبة جولة كان قمت فوق الحركة الوطنية للإنقاذ أمبيز في رأس الأمين العام الحركة الوطنية للإنقاذ أمبيز النائب الثاني جان برنار باداري مع البارتي آلية في مختلف البروفينس أنا لا أسمع جمينا، وكان قبرهم بالريزوليسيون والريكومنداسيون عن الديالوج ناسيونال، وده كان بيجت فوق حفلة هنا أنتين هن الرابور اللي كان قديم اللي كان قم فوق وصو في البروفينس. المناسبة كان بيجت في سياش هن الحركة الوطنية للإنقاذ أمبيز بحضور هن ال إتش جي هن الحركة الوطنية للإنقاذ أمبيز دكتور هارون كاباد. بدأت المناسبة بكلمة هن الشيف دي ميشيون جان برنار باداري، وكمان فري بالميشيون اللي كان صو، وشكر كل الديليغاسيون اللي كان معايا وكان حاجة فيما يخص الصوبات اللي كان لجيو دقاق دقاق. وفي وقت اللي كان قاعدين بسو الفورماسيون، هو كمان حاجة فيما يخص المتطلبات اللي كان لجيو في البروفين. بعد ما كلم كمان كان أنت الرابور للأمين العام عن الحركة الوطنية للإنقاذ أمبيس دكتور هارون كابايد. يعني بشال الكلام الأمين العام عن الحركة الوطنية للإنقاذ أمبيس دكتور هارون كابادي، هو كمان نفري مرة واحد من الديليغاسيون اللي كان مشو ودو رسالة هنت الريكومنداسيون والريزوليسيون، قال المشاكل الدقاق دقاق اللي كان لجيو في الولايات ده كل تنحل، وقال المشاكل دي سهي قاري، لكن الأمبيس كله تبذل جهودها وخلي المناضلين والمناضلات كله يقوفوا ورا عن الحركة الوطنية للإنقاذ أمبيس. شكر كل الناس اللي كان مشوا مع الديليغاسيون. هذه تلفزيون النصر بالخبر خلاص كملت النشر الدارجية، نشكركم كثير بشيفون كل اطلاع النصر، نخليكم كمان تتابعوا متابعة سينا وباقي برنامج على تلفزيون النصر. فضلت أقول دافت لله.